كرة عرضية خطيرة جدا. التعادل. الكاميروني يا ولد. نرجع تاني مع بعض ونروح للدوري القسم الثاني، دوري الممتاز به، الدوري اللي الناس كلها بتحبه واللي الانديه كلها يعني 48 نادي في جميع محافظات مصر بيتنافسوا الصعود الى الدوري الممتاز، وفي الاخر ثلاثه بس من ال 48 هيصعدوا للدوري الممتاز اللي هو اول كل مجموعه. وحشتنا يا استاذ احمد، بقالك اسبوعين كده مش شايفينك. اهو كان اجازه شويه كده مع اشرف. ايوه. والحمد لله انا خلصت الاجازه وانت وحشتنا اكتر. الله يخليك يا استاذ احمد. وعشاق القسم الثاني كمان. طبعا طبعا. كنت بجيب بس الاخبار والاهداف كده بس ما كناش بنعرف الاخبار بقى غير منك يعني. لا ده شرف لينا يا كابتن. الله يخليك يا استاذ احمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. طيب محضر لنا ايه بقى في الاسبوع ال 18؟ احنا تلعبنا الاسبوع اللي فات ده اللي هو الاسبوع ال 17 وال 18. 18 للقسم الثاني. في حاجات كويسه جدا يعني، منها ان انا كلمت مع الدكتور ايهاب الكومي. دايما هما كل القضايا اللي احنا اتكلمناها هنا هم الدكتور حطينا في الاعتبار، حطينا في الاعتبار، والاستاذ جمال علام بقيه المجلس حلوها يعني. طبعا منها التغييرات من 3 لـ 5، القايمه من 18 ل 20 تاني اللي هي قايمه الاحتياطي في الماتشات، الاحتياطي في الماتشات بقوا 9 زي الدوري الممتاز بالظبط. الناشئين اللي هو من محافظه لمحافظه طبعا اتلغت طبعا يعني، هو بس بعد كده عرفت المبررات ايه، بس لكن في المجمل هي خطا لان ديت بتبقى فرصه للناشئين ابنائنا ان هم يعني يتميزوا ويتالقوا في الانديه الكبيره، في اي حد في اي في انديه كتير بتحب الزمالك، لعيبه كتير بتحب الاهلي، فديت بتدي مساحه ان الناشئين بتوع او المواهب بتوعنا يبقوا موجودين في الانديه الكبيره ديت. تمام. فاخر حاجه بقى احنا في انتظارها الايام ديت اللي هو المغالاه في سياره الاسعاف. سياره الاسعاف في الملاعب يا كابتن زي ما انت عارف بتبقى بتتراوح الايجار بتاعها من 750 ل 1000. فاتكلمت مع الدكتور ايهاب الاسبوع ده وقال لي ان هو فعلا استاذ ايهاب الكومي اللي هو عضو مجلس اداره الكوره. تمام. واللي هو بصراحه اللي هو يعني مختص في الحاجات بتاعت يعني هو دوري القسم الثاني والثالث والرابع، هو بصراحه بيبذل مجهود كبير في الحته في الناحيه ديت يعني. تمام. فالدكتور ايهاب قال لي ان انا تواصلت مع الاستاذ جمال علام وهنفتحوا خطوط مع وزاره الشباب والرياضه ومع ال 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 هيئه الاسعاف، هيئه الاسعاف في كل محافظه. فعلا فتحوا يعني كلام معاها او بداوا يتكلموا معاها خطوط معاها يقللوا يعني التكاليف، ان تبقى يتشال، ممكن اتحاد الكره يشيل جزء، الوزاره تشيل جزء، بحيث دايما ما يبقاش ايه يعني عبء على الانديه. تمام. فديت قال لي هنحلها قريب او ممكن، بس هيبقى صعب في اجتماع بكره. تمام. لان اجتماع بكره اول اجتماع لاتحاد الكره هيبقى فيه طبعا ملفات كبيره، ملفات زي الملف المالي، المنتخب، الرعاه، المنتخب، يعني حاجات هتبقى هتاخد منهم وقت طويل، لكن هم في الاعتبار رابطه الانديه والحاجات بتاعت القسم الثاني دي هتبقى بعدين، لكن اتمنى من الدكتور ايهاب والمجلس الحالي ان هم يحطوا مع سياره الاسعاف في حاجه بقت مهمه جدا. ودي بقت يعني انا عارف ان اتحاد الكره يعني مطالب منه مصروفات كتيره وعاليه، بس انا بتمنى برضو ان هم زي ما بياخدوا من المناطق قيمه العقود اللعيبه ديت، يبقى برضو نفس اتحاد الكره هو يبص للانديه ان هو يدعم بعض الانديه اللي عندها مشاكل، يعني اصبح الانديه اللي عندها مشاكل في القسم الثاني يا كابتن اللي هي ايه بقى؟ انا عايزهم يبعتوا لجان، الانديه اللي ما عندهاش مبنى يدعمها، زي الرجاء، زي ديروت، زي البداري، في انديه ما عندهاش مبنى او ما عندهاش دخل يقدر يصرف على كره القدم، فدي انا بقول لاتحاد الكوره يعمل لجنه من اول الموسم، واللجنه ديت تبدا تبحث عن الانديه اللي ما عندهاش دعم، بدل ما يديله 50,000 يديله 100,000، يديله 150، بحيث الانديه تقف على رجليها لما تيجي الرابطه وتبدا رابطه الانديه ديت تفتح خطوط وتسوق دوري القسم الثاني. تمام. الاستاذ خالد كامل طبعا لازالت المنظومه بتاعته اللي هي لجنه القسم الثاني، رئيس لجنه القسم الثاني. الاستاذ خالد كامل منضبط زي الساعه. بالظبط زي الساعه. الدوري ماشي بانتظام بشكل ولا اروع ولا اجمل زي ما بيقولوا. طول عمره الاستاذ خالد كامل حاجه جميله جدا. اخر ملف عنده كان ملف الملاعب. كانت مشكله ملعب بنها وخلاص خدوا الموافقات وهيلعب بنها ابتداء من ماتش الترسانه اللي جاي على ملعبه. بنا بين جماهير استاد بنا. وده الكلام ده كان امبارح. هو الاستاذ خالد كامل قاله لي من 10 ايام. ملعب بنا حلو جدا جدا جدا، والجماهير في وسط لسه لغايه دلوقتي حالته كويسه والارضيه كويسه وكدا. موجوده
على الاقل هو في وسط جماهيره، هو عايز يلعب. الكابتن هاني لبيب عايز ايه؟ في بلده، في المحافظه، بلده وجماهيره تشجعه زي ما بيحصل في بلبيس مع الكابتن محمد صبري، الجماهير بتحضر وبتسنده. فهو الاستاذ خالد كامل خلص الملفات، فاضل ملعبين اتنين بس اللي هم عليهم مشاكل يا كابتن كريم، ملعب البدري وبيلعب على اسمنت اسيوط، وملعب ديروت بيلعب على بترول اسيوط. ديروت انت تتخيل ديروت عشان يسافر بترول اسيوط يلعب هناك او يتمرن بيسافر ما بين 85 كيلو 90 كيلو. يعني بقى احيانا الفرق اللي هي اللي هتلعبه على الملعب ده بتيجي قبله، فهم ده تكلفه ماديه عليه، عبء بدني على اللعيبه، ارهاق على اللعيبه. فانا اتمنى ان فاضل هم المشكلتين دولت، وانا بحيي الاستاذ خالد كامل انه انهى مشاكل 48 نادي، فاضل بس البداري وديروت، اتمنى ان هي تنتهي الايام اللي جايه. الحاجه الثانيه يا كابتن كريم واللي انا بتكلم عليها، لجنه الحكام بتبعت حكام من الصعيد، اشتكى لي الكابتن ابو العين شحاته، محمد يوسف بن سويف، كل المدربين اشتكوا لي. بيبعتوا حكام من الصعيد، يعني مثلا يبقى بلد حكم من بلد ويكون طرفه بلد ثاني منافس له، يبعت من الصعيد الحكام. ما ينفعش، مش الحياديه. وكان منها السنه دي مين بقى؟ عمرو العطار من منطقه سوهاج، ادار المنيا والمدينه المنوره. يحيى نابو ادار من قنا، ادار البداري والمنيا. هيثم الشريف ادار المنيا وتليفون بني سويف. عمرو رمضان ادار ماتش البداري واسوان. فانا بقول لك ليه، انا بجيب لك بالادله ليه؟ عشان يبداوا هم يراعوا. انت عندك حكام الصعيد وماله؟ ماشي، خدها تحكم عندك في القاهره، في الجيزه اقرب مكان لك، بلاش تروح اسكندريه، تحكم في الجيزه. لكن لازم، انت دخلت على مرحله صعبه من الدوري، الصراع مشتعل في الصعيد فوق وتحت، جيب حكام من محافظات اخرى غير الصعيد. ايوه، يبقى انت لازم تجيب حكام تقدر تشيل المباريات ديت، ما تجيبش حكام بتوعنا بتوع الصعيد حكام كويسين ومشروع حكام كويسين جدا. لكن انا بقول لك ايه، برضو الخبرات، محتاجين خبرات. يبقى انت ما تسببش مشكله، خاصه نادي المنيا او اي نادي تاني صرف ملايين. تمام. فهو الحكم ممكن يجي بخبراته ما يقدرش ايه يسيطر على ماتش، لان هو من ابناء الصعيد. حصل تغييرات في المدربين 52 مدير فني. لا، اليومين اللي فاتوا دول، اليومين اللي فاتوا اخر مدير فني رحل طبعا الكابتن احمد خلف من نادي البداري، وبدل منه الكابتن مجدي مهران، والكابتن ايمن الجمل رحل برضه من المريخ، ومكانه طبعا الكابتن احمد عبد العزيز، وهو اللي كان مدير فني في بدايه الموسم، هم جابوه عشان ايه؟ يكمل مكان الكابتن ايمن الجمل. دول 52 مدير فني حتى الان مشوا من الدوري كله. الغريب بقى والعجيب، كنت انا قلت معاك هنا في بدايه الموسم او في نص الموسم، قلت لك بعد فتره الانتقالات هيحصل عندك انقلابه فوق وتحت، يعني هيتغير شكل الدوري تماما، في انديه هتطلع وانديه هتنزل. وده حصل مع ثلاث انديه، منهم انديه كتير جدا طبعا، حصل مع حرس الحدود، حصل مع الترسانه، حصل مع الداخليه، حصل مع المنصوره. يعني الترسانه والداخليه، الترسانه طبعا كان عنده تذبذب في النتائج، وبالمناسبه هو رجع يلعب على ملعب الترسانه تاني. كسبانين ثلاث ماتشات في الدور الثاني، ثلاث ماتشات ورا بعض، تسع نقاط بره وجوه، الداخليه نفس القصه. العكس تماما في زد بقى لهم فتره بيخسروا. يعني وانا قلت لك هم ما حلوش مشكله الحته القدامانيه، مهاجمين. الكابتن اسماعيل يوسف عنده مشكله في الحته اللي قدام، هم جابوا علاء متولي مهاجم من الفيوم، لا الكابتن اسماعيل كان لازم يجيب اثنين او ثلاثه. لكن انا عايز اقول خبر الناس كلها في مصر تبقى عارفاه، الناس مفكره ان زد السنه دي بيصرف زي السنه اللي فاتت. لا، مش الصرف اللي يشيل فرقه يصعد الفرقه. الكابتن اسماعيل يوسف خلى الفرقه ديت في المكان دي ليه؟ لانه جاب ناشئين حوالي 13 لعيب صغير اعتمد عليهم، بدا يبني جيل جديد للسنوات اللي جايه، يعني كويس ان هو دخل في المنافسه الايام ديت. ناس كتير تقول لك مثلا الجهاز الفني بيتقاضى مش عارف 400 و600 الف، لا لا لا، ده الكابتن اسماعيل بيتقاضى اقل من 100 الف كمان. عشان الناس بس ما تقولش ايه، هم شغالين على حته كويسه ان بيبداوا يبنوا فرقه للسنه الجايه. يعني عندهم الجون مزيكا، محمد مزيكا اللي هم جابوه من بورتو يا كابتن كريم بنص مليون، النهارده الاتحاد السكندري وانديه كتير عايزاه، اهو ده الجون من ضمن الجوان هيتباع بملايين. حارس مرمى وليد ابراهيم عامل صناعه حراس مرمى في نادي زد حاجه جميله جدا. فانا بقول للناس، اصل الناس كلها مفكره بره انه ايه، ممكن في يوم من الايام زد ايه يعني بيصرف مثلا 20 30 مليون، لا لا، زد لم يتعدى مصروفاته حتى الان 6 مليون جنيه وعلى مسؤوليتي. ايوه، الكابتن اسماعيل يوسف. الحاجه الثانيه بقى، هم احيانا بعض المواقع تقول لك ايه، لا هيمشي هيتم اقالته، لا كابتن اسماعيل يوسف جاي في مشروع كره قدم، يعني مش هيمشي تحت اي ظروف
مش هيمشي، ولما يمشي الناس كلها هتعرف وهيقعدوا مع بعض، لان هم كابتن اسماعيل محتاجينه في حاجات تانية داخل النادي غير ان هو مدير فني. فانا نفس القصه برضو في دمنهور، في ازمات ماليه في المنيا، وفي دمنهور من الانديه الكبيره، المنيا ماشي كويس مع ابو العين شحاته، لا مسك الفرقه 6 مباريات فكسب 5، حاجه كبيره جدا للمنيا. انا بقول بس المجلس الاداره انهم يقفوا جنبهم، لان هم لهم مستحقات ما خدوهاش. ايوه. الحاجه الثانيه كابتن هاني العقبي في دمنهور، الراجل ده بصراحه انا بحييه، لان الراجل ده مدرب مجتهد ومدرب مميز. بص يا كابتن بيعافى، وراح مع وليد بديه ورئيس النادي وصلاح عوده، قال لهم انا هشتغل في دمنهور حبا فيكم وفي جماهير دمنهور ببلاش. قعد معاهم ما اتكلمش في المرتب بتاعه، ما اتكلمش هياخد ايه اللي ما يمشي، ولا في اي حاجه، هو طلب بس حاجه واحده بس، ان مستحقات اللعيبه تتصرف اول باول، وانا معاه، لان ديت لازم ايه؟ لازم عشان انت تاخد منتج كويس من لاعب كره القدم في الملعب لازم تديله مستحقاته. الحاجه الثانيه هو طلب رفع المكافئات، طول عمر دمنهور كانت 800 جنيه، طلب رفع المكافئات، هم هيتوصلوا مجلس اداره دمنهور معاه، يعني بيبداوا انهم يتفاوضوا معاه، ممكن يخلوه 1500 2000، وده هتبقى حاجه كويسه جدا. مكافئات الفوز. مكافئات الفوز. دمنهور دايما كان بيصرف 800 جنيه ما بيزيدش عن ايه؟ عن 800 جنيه. الحاجة الثانية برضو كفر الشيخ كان في مشكلة، وانا بطالب الناس في كفر الشيخ، الناس مجلس ادارة محترم جدا، وناس بيتمنوا صعود الفرقة، لكن في مستحقات من اول الموسم اللعيبة ما خدوهاش. بعد الماتش الاخير مصطفى عبده زعل، لان هو طالب بمستحقات المدير الفني كفر الشيخ، طلب بمستحقات اللعيبة، وبعدين عمل فرقة، بنى فرقة ممكن تنافس بسهولة. يعني انا بقول لمجلس ادارة كفر الشيخ عندهم جمهور عريض، عملته فرقه، خاصه اللعيب اسمه مصطفى السامولي هداف ومميز جدا، بعض اللعيبه ممكن تبيعوها بسهوله. تمام. فاتمنى ان هم يساندوها للمرحله اللي جايه يا كابتن كريم. برضو عايز اقول في نادي نادي زد اكبر لعيب سنا، مفكرين معظم اللعيبه كبار، لا اكبر لعيب هو فتحي مبروك، وانت عارف فتحي مبروك جاي من ليفت بتاع طنطا والمحله 34 سنه، بقيه اللعيبه اعمارها بتتراوح من 24 ل 26 سنه، فانا يعني عاملين متوسط عمري كويس بالظبط. اتمنى بس ان الكابتن اسماعيل يوسف حافظ على الفرقه ديت، ووليد معاه وليد ابراهيم في حراسه المرمى، لان الفرقه بتدي فعلا. صلاح مدير فني كمان مميز جدا، ومميز مدير كوره. مدير كوره، ايوه بالظبط. فاتمنى ان هم الناس بس تصبر، او الجمهور يصبر على زد، بلاش نطلع اشاعات كتيره، لان زد فرقه محترمه ومشروع استثماري في كره القدم كويس جدا، خلينا نحافظ عليه. طيب عندك حاجة تانية مهمة ولا نخش في الماتشات؟ لا نخش بقى في الماتشات. نخش في الماتشات لو في حاجة تانية بعد الماتشات برضو، بس عشان الوقت ما يجريش بينا، فنبدأ يلا بمجموعة الصعيد نشوف النتائج الجولة 18، ونشوف الأهداف اللي حصلت والنتائج اللي حصلت وجدول الترتيب. تليفونات بلا سيوف وإينا 1-1، المنيا فوز على مركز شباب طامية 3-2، طامية برضو بقى فريق قوي وفريق صعب بقيادة الكابتن نادر السيد. كابتن نادر السيد غير هو عبد المنعم حسن برضه. سوهاج وبني السيوف 1-1، الاعلاميين وبترول اسيوط 0-0، كيما اسوان يعني بدا يتراجع كتير، كيما اسوان وتعادل مع ملاوي 1-1. يعني ممكن المشاكل الاداريه برضه موجوده، ممكن الايام اللي جايه يعني يشوفوا لهم حل في المشاكل الاداريه، هيقدروا يرفعوا رجلهم تاني. المدينه المنوره والفيوم 2-1 لصالح المدينه المنوره، واسوان بيستمر في الصداره وبينفرد بفوز على البداري 2-0، الالومنيوم كمان كسب ديروت في ديروت 2-0. خلينا نشوف ال طيب في مشكلة بس في إذاعة الأهداف، عقبال بس ما يظبطوا إذاعة الأهداف تمام. عايزين بس برضو ندوا طالما إيه قبل ما هم يرجعوا. طيب عندنا في الأهداف، ممكن ناخد ماتشات الجولة اللي جاية. دي ماتشات الجولة الجاية الأسبوع 19، طامية والبداري الماتش الجاي، أسوان وتليفونات بني السويف، الفيوم والألمونيوم، ديروت وكيما أسوان، ملاوي والإعلاميين، بترول أسيوط وسوهاج، بني السويف والمنيا وقنا والمدينه المنوره. طب لو عندك اي برضه حاجات ثانيه لغايه ما يصلحوا حاجة، بس حاجه مهمه جدا اللي انتقالات شتويه 19 لعيب من الدوري الممتاز ب لممتاز الف، دول بتكلفه بقيمه السوقيه كام يا كابتن كريم؟ من 15 ل 17 مليون ودي حاجه كويسه جدا. كان من 3 4 سنين وصلت 35 مليون، لان كان في المباريات بتذاع على بعض الفضائيات، فده كان بيعمل تسويق لعيب القسم الثاني، منهم بقى مين؟ سايكو طبعا من السكه حزب الاسماعيلي، جورم فيليب، دي اللعيبه اللي انتقلت من القسم الثاني للاول للدوري الممتاز. الدوري الممتاز تمام. جورم فيليب طبعا منتخب السويس للسموحه، احمد فوزي سبورتنج لبيراميدز، محمود عبعاطه، احمد حمزاوي من القناه للشرقيه الدخان الفلسطيني، محمد صالح من القناه للشرقيه الدخان، احمد عبد الموجود من القناه للشرقيه الدخان، ايمن غباشي من نجوم للشرقيه الدخان، سليمان خالد بايونيرز لفيوتشر،
مروان حمدي من القناه الاسماعيلي، مؤمن راضي بترقى اسيوط الام بي، محمد محمود غزال من الترسانه لسيراميكا كليوباترا، شادي ماهر من دكن الاسماعيلي، حسن ياسين من الانتاج الحربي الاسماعيلي، احمد عبد الحكم من السويس لسموحه، عبد العزيز موسى من اسوان للشرقية الدخان، خالد عبد الرازق بتروجيت للمقاولين، ايلو نداي نداي من مستقبل وطن لفيوتشر، ابو بكر حمزه الجمل ابن الكابتن حمزه الجمل. أيوة. من نادي القناه الاسماعيلي ولاعيب مميز جدا وحبيب، مهاجم بيقولوا لي. مهاجم. عندنا مروان داوود من الشمس الانبي، هشام صلاح من الاتصالات والرجاء الاتحاد السكندري، اسلام المزين من الحمام للمصري، مصطفى الخواجه من ابو قير لسموحه، مصطفى رمضان عفروتو من الحمام الاتحاد السكندري، عمرو عدلي من المريخ الانبي. ايوه برضه يا كابتن كريم، سريعا نروح لحاجه مهمه جدا وهي اللعيبه او المحترفين اللي موجودين عندنا. عندنا 28 لعيب محترف سجلوا 97 هدف من 14 جنسيه. ابرزهم دلوقتي مين؟ الحسن ديالو نادي انا 10 اهداف، ده غانا من غانا. رفيق كابو من تونسي 10 اهداف وادي دجله. جيمس تيدي 8 اهداف المنيا. اسماعيل بامبا 8 اهداف الداخليه. كريستوفر مادونجا 8 اهداف الداخليه الترسانه. موسى اولوري 7 اهداف كفر الشيخ. سايكو كنت طبعا ومشى راح الاسماعيلي كان 6 اهداف. أيوة. احمد سالم ده موريتاني 5 اهداف مركز شبطاميه. كرفاله ده 4 اهداف ابو قير. ستالي وادي دجله. وجيروم فيليب منتخب السويس. منتخب السويس ده راح خلاص سموحه. جيروم فيليب ده طيب جاهزين خلاص، جهزوا لنا الاهداف، كان في مشكله بس في الجهاز لكن الحمد لله كله تمام. خلينا نشوف اهداف مجموعه الصعيد، دي مباراه تليفونات بني السويف وقنا في ملعب تليفونات اللي هو ملعب الاسيوطي. والهدف الاول للتليفونات جهاد جنيدي. جهاد جنيدي المدافع اللي كان بتاع الداخليه بيلعب في تليفونات بني السويف في الموسم الحالي. وبعدين اتعادل قنا بضربه راسيه برضو لحميدو كامارا. ده مهاجم هنا. وانتهت المباراة 1-1. كورتين فاولين يا استاذ احمد. دي مباراة المنيا ومركز شباب طامية. المنيا طبعا بالاحمر تقدم عن طريق هشام شحاتة. ده الهدف الاول للمنيا. المنيا برضو ماشيين كويس. مع الكابتن ابو العينين شحاتة المدير الفني. كانوا ماشيين برضو كويس مع الكابتن شديد القناوي. هو اللي عمل الفرقه دي كابتن شديد. وبعدين اتعادل طاميه عن طريق احمد سالم. كره طوليه وتسديده، بس ده شكله لعيب افريقي ولا ده احمد سالم ده لعيب مصري؟ احمد سالم ده موريتاني. موريتاني. وبعدين المنيا الجون الثاني برضو هشام شحاته. المباراة انتهت 3-2 لصالح المنيا. احنا عمالين نلزق الاجوان لان الاجوان ما بتجيلناش كاملة. 19 ماتش. وبعدين هدف تاني برضو للطامية، هدف التعادل برضو احمد سالم. اللي جابوا الجونين بتاع طامية احمد سالم والجونين بتاع المنيا هشام شحاتة والهدف التالت بتاع المنيا ابراهيم فاضل. وبعدين ده الهدف الثالث للمنيا ابراهيم فاضل. وفوز المنيا 3-2 على طاميه. ده في استاد الجامعه في المنيا. استاد الجامعه. المنيا هو المنافس لاسوان. لاسوان. كيما اسوان بعد شويه. دي مباراه سوهاج وبني السويف. سوهاج بالتيشيرت الاخضر وبني السويف بالتيشيرت الاحمر. والهدف الاول لسوهاج عن طريق محمد فوزي. ايوه. سوهاج بالاخضر بيتقدم على بني السويف. المباراه دي طبعا في استاد سوهاج. لعبت انا فيه مرتين استاد سوهاج. انت لسه فاكر. كنت بلعب مع مزارع دينا وكان ساعتها دوري الممتاز بيه كان مفيش بقى الصعيد والقاهره، كان مجموعه واحده. كان مناطق زمان. كان مجموعه واحده. كان مجموعه زمان. واحده. كنا بنلعب في بحري وبنلعب في كل حته. كان حلو قوي والله زمان. كان حوالي 20 فرقه. اهو ده الدوري اللي تم يعني تقدر تسوقه وانت مستريح. بالظبط. ده هدف التعادل لبني السويف عن طريق عزت جمال. وفي الماتش ده سوهاج ضيعوا ضربه جزاء لمؤمن محسن. ضربه جزاء ضائعه لسوهاج.
دي مباراة المدينة المنورة والفيوم، وفوز المدينة المنورة 2-1، الفيوم تقدم 1-0 عن طريق محمود أبو السعود، ده هدف الفيوم. وبعدين المدينة المنورة هيحرز هدفين. هدف جميل بص. يعني ده البكا، لكن هو الملعب بس مش حلو. الملعب ضيق. الملعب ضيق والأرضية طبعا مش حلو. ده ملعب الأقصر. ملعب المدينة في المدينة برضه؟ لا ده ملعب الأقصر. المدينة ملعبهم مش كده. أنا أتمنى بس محافظة كبيرة زي الأقصر يبقى عندها ملعب استاد حلو. عايزين يعني إن شاء الله يهتموا وزارة الشباب والرياضة يعملوا استاد حلو كده في الأقصر. هتلعب عندك كل مباراة. دي مدينة سياحية الأقصر، دي عندها بيقول لك تلت آثار العالم، تلت ولا تلتين آثار العالم. هيبقى تنشيط للسياحة ده. هو ده الهدف الثاني للمدينة المنورة، وفوز المدينة المنورة على الفيوم 2-1. أستاذ أحمد قول لنا الترتيب كده بقى. ترتيب أسوان في المركز الأول 40 نقطة. المنيا الثاني 35 نقطة. مش بعيد برضه، خمس نقط مش بعيد. لا مش بعيد، لا لا. مش بعيد. أنت عندك لغاية 31 لسه المنافسة موجودة. صح. لغاية اللي هو الألمونيوم. بترول أسيوط في المركز الرابع 32، الألمونيوم الخامس 31، الفيوم السادس 29، المدينة المنورة السابع 25، مركز شباب طمية الثامن 23. ديروت التاسع 21، الإعلاميين في المركز العاشر 21، بني سويف ال 11 20، سوهاج في المركز 12 20، تليفونات بني سويف 18، ملوي 16، قبل الاخير هنا 14، واخيرا بدالي 8 نقاط. بدالي الامور صعبه. يعني نقول الامور صعبه. صح. بس لسه بدري، بس بعد. لسه بدري. طيب قول لي بقى توقعاتك للماتشات اللي جايه. يعني مركز شباب طميه مع البدالي ممكن يبقى فوز مركز شباب طميه. اسوان مع التليفونات هيبقى ماتش صعب جدا، لكن انا بقول ان ممكن اسوان تكسب. الفيوم الالومنيوم مع سعيد ابراهيم الالومنيوم كويس جدا، ممكن يتعادلوا في الفيوم. اللي هو في الاسيوط يعني. في ديروت التعادل طبعا 0-0 مع كيما اسوان. مع كيما اسوان. ملاوي يكسب الاعلاميين. بترول اسيوط مع سوهاج التعادل. بني سويف والمنيا ماتش صعب جدا، ما تقدرش ديربي دايما. ديربي. ممكن تقول 1-1 وانا يكسب المدينه في انا. طيب نروح بقى للهدافين. هدفين المجموعة قلناهم احنا. نروح للمجموعة الثانية، مجموعة القاهرة والقناة، ونشوف كده برضو النتائج. مجموعة سخنة جدا بس داخلية فرق. ايوه. بثمان نقط. بور فؤاد ودجلة 2-1 لصالح بور فؤاد، ومكسب أول مكسب من فترة كبيرة لبور فؤاد. الداخلية ماشي بشكل ثابت، وبور فؤاد بصراحة والمنافسين بتوعه بيقعوا. ما هو بور فؤاد أنا قلت لك إيه، في فرق هتطلع بعد انتقالات يناير. كابتن ابو طالب الاسي ودعم باكتر، جاب لعيب، جاب لعيبه كويس وعمل معسكر في الاسماعيليه. انا قابلتهم هو ده نتيجه بقى الماتش بتاعه. السكه الحديد ومنتخب السويس 1-0 لصالح السكه الحديد. يعني مكسب في الدقيقه 93. خلاص الحكم هيصفر جون في اخر دقيقه. بنها والقناه 0-0. ترسانه بقياده طارق السيد فوز على زد في ملعب زد 2-1. مصر اتصالات كمان فازوا على النصر في ملعب النصر في مصر الجديده 2-0. بورتو السويس فوز صعب على بلبيس 3-2، والداخليه متصدر وماشي كويس جدا بقياده الكابتن سيد عيد، وفوز على الانتاج الحربي 2-0 في ملعب الانتاج الحربي. بتروجيت وفوز على المريخ 1-0. خلينا نشوف كده الماتشات مع بعض. نبدا بلقاء بور فؤاد مع وادي دجله في ملعب بور فؤاد في بورسعيد. بور فؤاد لابس ابيض، والهدف الاول عن طريق كاظم صبري لصالح بور فؤاد. تقدم بور فؤاد 1-0 بهدف كاظم صبري. انا عندي بس في تعليق على العرض بتاعه المرمى، شكلها غريب. العرضات. لا برضو الامطار خلي بالك بتاثر على التربه، على الارضيه او على النجيله. انا بتكلم على العارضه المرمى. البرد الجامد والامطار بياثر على نوعيه النجيله ديت. أيوة. بتخلي المنظر كده. الهدف الثاني كان لبور فؤاد عن طريق محمد متعب، وبعدين هدف دجله عن طريق ستانلي. المباراه خلصت 2-1 لصالح بور فؤاد. دي مباراة السكة الحديد ومنتخب السويس، وهدف المباراة كان للسكة الحديد. طبعا السويس لابس ازرق والسكة الحديد بالتيشيرت الاسود، وهدف الفوز للسكة الحديد عن طريق احمد سقراط. بص الكرة كانت هاجمة للسويس. بص الجون بقى، الجون عمل واحده ايده رجل، هجمه يعني مرتده. دي بصراحه ايجابيه قويه او حاجه كويسه من الجون. حصل خطا من الدفاع. سقراط خطف وحط واحده لوب. وكان هدف خطأ الفوز. خطا الجون هنا
وايجابيه للحارس مرمى نادي السكه. بص الجول ده كمان، ده في الوقت الضايع في الدقيقه 93. لو ساب الكوره، لو ساب الكوره انت عارف لما لمس الكوره بقت اوفسايد. لا لو سابها فعلا، لو سابها خلاص جول. خلاص جول. لما لمس الكوره بقت اوفسايد، بقت اوفسايد. دي مباراه بنها والقناه في استاد اسكو. استاذ احمد القصاص قال لنا الماتش الجاي البنها خلاص هيبدا يرجع يلعب في ارضه في بنها، بنها بتشيرت الاخضر والقناه بتشيرت الازرق، لكن المباراه دي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. ملعب بنها جميل. وعايزين نتفرج بقى في استاد بنها ويزعوا لنا الماتشات ويجيبوا لنا الاهداف. المباراه كانت قويه ما بين بنها والقناه. دي مباراه الترسانه وزد في ملعب زد. فوز الترسانه 2-1، خطا من دفاع زد، وبيتقدم محمد الفيل. مش محمد الفيل ده اللي كان في الشرقيه الدخان، صح؟ كان في الشرقيه الدخان. وجابوه الترسانه في الانتقالات الشتويه. وبعدين الهدف الثاني عن طريق مندوجا، كريستوفر مندوجا، من ضربه جزاء. وهدف زد ضربه جزاء لصالح زد، دخل فتحي مبروك وجاب الهدف الاول، ولكن قدر الترسانه يحافظ على تقدمه ويكسب زد في زد 2-1. دي مباراه النصر والمصريه اتصالات، والاتصالات بالتيشيرت الازرق، وفوز الاتصالات على النصر 2-0. عبد الرحمن بودي، عبد الرحمن بودي ده اللي كان في دجله، ولا ده لعيب تاني؟ لا لا لا، هو اللي كان في دجله. اتصالات برضه ماشيين كويس مع الكابتن عمرو انور الفترة اللي فاتت، في يعني نتائج إيجابية. ما بتنساش أنت اللعيبة أبدا طالما في لعيب شفته. بس مش أنا مش عارف هو، لا أصل عبد الرحمن بودي كان جسمه أصغر من كده، مش عارف هو نفس اللعيب اللي كان في دجلة ولا حد تاني. ده الهدف التاني للمصرية اتصالات عن طريق محمد عبد الناصر أوشا. دي مباراة الداخلية والإنتاج الحربي، وفوز الداخلية 2-0. هدف حلو قوي لأحمد حسين من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء. طبعا الداخلية بالتيشيرت الأسود والانتاج الحربي بالتيشيرت الاصفر. ده ملعب السلام اللي هو ملعب الانتاج الحربي وملعب الاهلي. ايوه بالظبط. وده الهدف الثاني للداخليه. محمود شديد عمل واحده بالعرض خبطت ودخل الهدف الثاني لصالح الداخليه. فوز الداخليه 2-0 واستمراره في الصداره. دي مباراه بتروجيت والمريخ في استاد بترو سبورت اللي هو ملعب بتروجيت، وهدف بتروجيت عن طريق اسلام كانو. ايوه اسلام كانو ده كان بتاع كوكا كولا. ايوه وده راح الاتحاد السكندري وبعدين رجع على بتروجيت، وفوز بتروجيت 1-0 على المريخ البورسعيدي 1-0. وبورتو السويس كسب بالبيس 3-2. استاذ احمد الترتيب، الترتيب الداخليه 41، نقدر نقول الداخليه كده بيقرب ولا لسه بدري؟ بيقرب بس لسه بدري. بس انت عندك المنافسه لغايه كام؟ بص عندك لغايه 28، لغايه سكر حديد، لغايه بورتو السويس، لغايه بورتو السويس 10 نقط. 10 نقط. وبعدين برضو ما انت معاك كابتن ربيع ياسين في بتروجيت. لا كابتن ربيع تاريخ واسم ومش بسهوله يعني. وادي دجله عبد الباقي جمال عامل شغل هناك كبير جدا. واخد بالك الداخليه طبعا في المركز الاول. والترسانه كمان طارق السيد بداوا يمشي كويس الفتره بس طارق السيد عامل فرقه من اول الموسم. تكسب وتصعد وانت حاطط رجلي على رجلي. بس كان ده في شويه كل مهاجمين المهاجمين في مصر يعني المميزين سماره ومندوجا ايوه صح وسماره فؤاد. بس سماره بقى ايه؟ هو مشكلته انه كان مجموعه صعيد. من الصعب عايز ايه؟ يتأقلم شوية على مجموعه القاهره. الداخليه في مركز 41 نقطه، بتروجيت الثاني 33، وادي دجله الثالث 32، الترسانه 31، زد 31، بورتو السويس 31، السكه الحديد 28، منتخب السويس 27، القناه 24، مصريه اتصالات 22، الانتاج الحربي 17، النصر 17، بلبيس 13، المريخ 12، قبل الاخير بور فؤاد 12، اخيرا بور فؤاد 9. وانا والله يعني بنها مش بنها، بنها هي اللي 9 مش بور فؤاد. الانتاج عمل فرقه كويسه. شريف شعبان والكابتن عبد الناصر محمد جابوا مجموعه لاعبين عليها مساء. يعني انا بقول بس هم الانسجام يحصل معاهم الفتره الجايه، الانتاج هيتغير شكله. طيب قول لي بقى متوقعك لماتشات الجوله القادمه، الجوله 19. التوقعات دي بتعمل لها مشاكل وازمات في الدنيا الحاليه. قصتي بقى انت شوف انت توقعاتك. تعمل مشاكل القناه والسكه. يعني القناه والسكه ممكن السكه يكسب في القناه ده في اسماعيليه. ممكن يكسب السكه فايق. ورغم ايه ما تستهينش برضه او ما تقللش من الكابتن محمد حليم. طب عامل فرقه كويسه. انا بقول لك انت اللي بتقول مش انا. الانتعاشه موجوده عند السكه. انا بقول ان هو هيستغل النقطه دي.
روح المعنويه عند لعيبته كويسه. منتخب السويس منتخب بور السويس وبور فؤاد يعني منتخب السويس جريح، بور فؤاد طبعا عامل مكسب على وادي دجله يعني التعادل. خلي بالك الماتش في السويس الانتاج الحربي والمريخ. مع المريخ 1-1 1-1 1-1 الداخليه ممكن يكسب بورتو انتعاش طبعا لفكه كابتن سيد عيد هيستغلها طبعا بالبيس مع النصر كابتن محمد صبري وكابتن هاسم رضواني يعني معركه يعني تقول تعادل زد يكسب المصريه اتصالات في المصريه اتصالات يكسب زد طبعا ترسانه وبنها يعني ممكن نقول التعادل في ملعب بنها ممكن في ملعب بنها ولا ترسانه فايق يعني الترسانه فايق وكل حاجه بس هيبقى ماتش صعب لانه في ملعب بنها ممكن نقول التعادل وادي دجله وبتروجيت وادي دجله التعادل برضه في ملعب المقاولين العرب التعادل. طيب هنطلع فاصل بعد ما شفنا المجموعه الاولى مجموعه الصعيد والمجموعه الثانيه مجموعه القاهره والقناه يتبقى لينا مجموعه اسكندريه وبحري المجموعه الثالثه هناخدها بعد الفاصل ان شاء الله. نروح للمجموعة الثالثة مجموعة اسكندرية وبحري خلينا نشوف النتائج ونشوف الأهداف في الجولة ال 18 ونشوف التوقعات أيضا للجولة 19 إن شاء الله. نبدأ كده نشوف نتائج الجولة اللي فاتت والأولمبي ماشي كويس جدا في المجموعة دي ومتصدر المجموعة الثالثة بس طبعا منافسة شديدة جدا في المجموعة. المنصورة فاز فوز كبير على الرجاء 4-0. العميد محمد بسوني بصراحة في المنصورة رئيس النادي رئيس النادي عامل بصراحة شغل خاصة فترة الانتقالات الشتوية الراجل ده بيدعم بشكل غير عادي كويس. بلدية المحلة وبايونيرز 3-0 لصالح البلدية. حرس الحدود فوز على صيد المحلة 2-0 دمنهور وديكيرلس 1-1. كفر الشيخ والمجد السكندري 0-0. الأولمبي فاز على الزرقاء 3-1 والحمام كسب سبورتنج 3-2 وأبو قير الأسمدة اتعادل مع المصري بالسلوم 1-1. محمد عبد الله بقى ولا اروع ولا اجمل مع الحمام ماتشين خد فيهم ثلاث ماتشات. محمد عبد الله مسك الحمام المدير الفني الحمام خد 7 نقاط من 3 ماتشات حاجه جميله جدا يعني انقذ الحمام من تحت لفوق. ايوه نبدا كده بمباراه الاولمبي والزرقاء ونشوف كده مع بعض الاهداف. الاولمبي كسب الزرقاء 3-1. ملعب الاولمبي كمان من الملاعب الحلوه قوي في اسكندريه. الزرقاء تقدم بهدف عبد الرحمن سمير يعني الزرقاء هو اللي تقدم في البدايه. شوف التصوير بقى للاولمبي تصوير حلو الاولمبي دايما بيجيب لنا محمد زغلول تصوير جميل جدا. ده هدف التعادل الاولمبي عن طريق احمد عيد وبعدين احمد فهمي جاب جولين للاولمبي الهدف الثاني والثالث. ده الهدف الثاني للاولمبي كره خبطت كده وعملت بند وراحت في الزاويه البعيده. اللي سجل جون الزرقاء ده الجون الثالث اهوت ده الجون الثالث بتاع الاولمبي برضه احمد فهمي. 3-1 لصالح الاولمبي على الزرقاء وتصدر الاولمبي قمه المجموعه الثالثه. عبد الرحمن سمير ابن الحاج سمير موسى انا عارفه هو سجل وبعدين احمد سمير موسى برضه هداف موجود في الفرقه. ايوه وكان عندهم مشكله مع اللعيبه الحاج سمير بيحلها النهارده وهتنتهي بقى ويرجع اللعيبه الكبار يشاركهم في المباراه اللي جايه. دي مباراه البلديه وبايونيرز وفوز البلديه 3-0 بقياده الكابتن محمد صلاح والكابتن تامر عبد الحكيم. الجهاز الفني البلديه اللي احرز هدف البلديه شهاب شفيق الهدف الاول. مكسب كبير طبعا في ظل التدعيمات اللي عملها الكابتن محمد صلاح ومصطفى الشامي مع فرقه البلديه. ده الهدف الثاني هدف حلو برضه رضا عبد العال لعيب اسمه رضا عبد العال في البلديه. رضا عبد العال بقى مش الاوريجينال لا الكوبي ربنا يكرمه بقى ويبقى زي الكابتن رضا ويطلع ايه محلل زيه كمان ان شاء الله كمان. طيب الهدف الثالث عن طريق وحيد محسن. بصراحه مصطفى الشامي في البلديه يعني موفر كل حاجه. طب كويس الكابتن محمد صلاح فريق كبير البلديه كمان الكابتن محمد صلاح يعني مدرب طب كبير طبعا مدرب وتامر عبد الحكيم مدرب كبير. طب نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. دمنهور وتكيرنس 1-1. دمنهور بالازرق وتسديده حلوه قوي من محمد العزازي. العزازي شاط واحده في البعيده ملعب مياه البحيره ده وخلي بالك دي بقى النتائج بتاعت ده استاد دمنهور ولا هاني العقبة ولا مياه البحيره؟ استاد مياه البحيره وده الكابتن هاني مش راضي كمان وعايز يلعب يرجع لاستاد دمنهور. ده هدف التعادل لتكيرنس عن طريق شمس محارب. انا بعتبر التعادل ده مكسب كبير في ظل النتائج
يعني تراجع النتائج لضمنه الفتره الاخيره. لكن ان شاء الله ورا جماهيره والكابتن هاني العقب والجهاز الفني ومجلس اداره يعوض ان شاء الله. دي مباراه ابو قير الاسمده والمصري بالسلوم. تقدم المصري بالسلوم عن طريق عبد الرحمن اللهوني. اللهوني ده ليبي ده ولا ايه؟ لا ده مصري. لا مصري. اصل الاسم ده اسم طرهوني لهوني اللهوني. يعني ليبي شويه. اسمها ليبيه صح. شوف كرافارا بقى، بص شوف اللعيب. لعيب قوي جدا. انا يعني هو اول موسم ما بيلعبش كان عنده اصابه. انا كنت دايما اقول لك عليه لو كرافارا موجود. عارف انا عارف كان غير شكل. ده هدف التعادل لابو قير الاسمده. ده يلعب ممتاز. كابتن ايمن مزين خده بقى كابتن ايمن برده وعدل عدل من منه. دي مباراه اشتغل عليه كويس. المنصوره والرجاء. المنصوره حاجه تفرح والله. فوز المنصوره. المنصوره ده كان بعبع زمان. كان بعبع. ان شاء الله يبقى مع العميد محمد بسيوني برضه. ان شاء الله يرجع تاني باذن الله. الهدف الاول للمنصوره كان عبد الله شيكا، وبعدين الهدف الثاني تيجانا بضربه راسيه. بص يا كابتن الملعب، بص من الامطار، بص ده ملعب شربين. ده نوعيه النجيله اللي عندنا. ايوه. وده الهدف الثالث ضياء السيد. كل الملاعب عندنا بتتأثر من الأمطار. وده الهدف الرابع. في جملة حلوة اتعملت. تكتيك حلو. والهدف الرابع للمنصورة في مرمى الرجاء إسلام رمضان. المنصورة ده يعني كان فريق قوي جدا جدا زمان. فوز كبير. طبعا الرجاء السنة دي موسم صعب. يعني أتمنى الناس تقف جنب الرجاء، لأن برضو تاريخ واسم وهم ما عندهمش اي موارد ماديه. اتمنى كل الناس تساند الرجاء. يعني ما دي مباراه كفر الشيخ والمجد السكندري، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0 في كفر الشيخ. ايوه. ضاعت فرصه يعني مؤكده لكفر الشيخ مصطفى السامولي. وكفر الشيخ ازرق ولا ابيض؟ لا الكفر الأبيض. الشيخ الابيض. كفر الشيخ الابيض. دي مباراه الحرس، حرس الحدود مع صيد المحلة، وفوز حرس الحدود 2-0. رضا الويشي. ده رضا الويشي راح الحرس. بص لعيب موهوب. وانا بحيي محمد ميكي في اي حته هداف. هو ممكن يكون عتبته قادره على انزل حرس. وبشكر طبعا زميلتنا العزيزه توتا العشري. ده الهدف الثاني احمد جمعه. احمد جمعه حرس الحدود برضو من الفرق المنافسه بقوه في المجموعه. اسمه وتاريخ وامكانيات واستقرار. فرق بينه وبين الاولمبي نقطه واحده. دي مباراة ايه دي بقى؟ مباراة الحمام ديت. دي مباراة الحمام وسبورتنج. مباراة الحمام وسبورتنج. حاج نور رسلان وعادل رسلان بقى يا جماعة. حاج نور كويس. يا حاج نور وحاج عادلي حبايبنا في الحمام. والله اللي جاب لي عايزين التصوير. الاهداف كابتن محمد عبد الله. مش شايفين حاجة. سهر للفجر النهارده عشان اجبالي. بس مش شايفين حاجة. التصوير بعيد قوي. ده الحاج نور رسلان ده عسل، والحاج عادلي رسلان يعني ناس جمال. ان شاء الله. عايزين يهتموا كده ان شاء الله ويصوروا لنا الماتشات حلوة عشان نتفرج عليه. دي اهداف الحمام. احنا معانا بس فقط اهداف الحمام. وفوز على سبورتنج 3-2. علي خليل جاب هدفين للحمام، ومحمد كارم هدف. واهداف سبورتنج اسلام جمارك. ان شاء الله الكابتن محمد عبد الله والاستاذ نور رسلان يبداوا. جمهور مطروح بقى وجمهور الحمام. جمهور، بص جمهور ما اجمل جمهور. جمهور الانديه الجماهيريه ديت حاجه. طب. يعني حاجه تخلي يعني تحس ان في كوره. الملعب ده في الحمام. في الحمام. بس هو النجيله. بس نجيله صناعي. صناعي. في المركز الاول طبعا الاولمبي 38، الحرس 37، كفر الشيخ 34، ذكرنس 30، البلديه 29، ابو قير 28، المجد السكندري 26، بايونيرز 25، المنصوره 25، سبورتنج 22، المصري بالسلوم 20، دمنهور 17، الحمام 17، الزرقاء 12، قبل الاخير صيد المحله 8 نقاط، واخيرا الرجاء 8 نقاط. طبعا احنا بنقول الرجاء عندهم ظروف صعبه، ان كان القيد موقوف السنه دي وما كانش فيه لعيبه، وبالتالي يعني الامور صعبه جدا. انا كنت لسه بكلم الحاج سعد ابو صندوق من اربع خمس ايام كده، وقال لي الموضوع صعب السنه دي، هيحاول ويقاتل مع اللعيبه، بس طبعا هو بيلعب بالناشئين. ما هو كان القيد موقوف من الاتحاد الدوري برضو. أيوه. قيد الناشئين في الزمالك برضو موقوف. سواء كانت لعبته مشيت. الرجاء. سواء كانت لعبته مشيت. ما عرفش يجيب لعيبه ثانيه. وكمان انا اتمنى الناس تقف جنب الحاج سعد. هو طول عمره بيدفع من جيبه. بقى له سنتين ما حدش بيدفع، بيساند حاجات بسيطه يعني. صارفين من جيبه 3 مليون. هيجيبه منين؟ اتمنى اتحاد الكوره يعيد في جدول عمله بكره. أيوه. يعيد ترتيب الدعم للانديه، ان الدعم للانديه يوصل لانديه زي ديروت، زي البداري، زي
زي مثلا الرجاء، الانديه اللي ما عندهاش مورد تاني. واتحاد الكوره برضو بتمنى يا كابتن كريم بكره يبداوا يبصوا النجوم بتوعنا اللي ما كانوش بيستعينوا فيهم اتحاد الكوره. أيوه. احمد الكاس، نبيل محمود، طبعا حسين عبد اللطيف، يعني عندنا مدربين كبار يعني. طبعا طبعا. لازم كابتن شريف الخشاب. كل المدربين دول لا بتوعنا اقاليم ما حدش كان بيستعين فيهم. بيستعين بيهم. فاتمنى اتحاد الكوره يبقى هم موجودين. انا يعني انا عرفت ان الناس بتزعل منك بموضوع التوقعات ده جدا، وعاملين مشكله وعاملين يعني انت بتقول مثلا فريق فلان هيخسر فريق بيزعلوا منك جدا وبياخدوا على خاطره. فانا يعني ايه يعني ايه هحميك. بيقولوا عليه ايه المفروض بيقولوا ايه؟ هعافيك. هعافيك من قصه التوقعات بالظبط عشان الناس بتزعل. الناس بتزعل. فخلاص مش هنتوقع بس نقول الجوله الجايه. الجوله الجايه خلاص يعني ماشي باذن الله ان شاء الله. الزرقاء هيلعب الحمام في يعني هتقول تقدر ما تقولش بقى توقعات يعني قول بقى بس الماتش. ماشي انت بتقول لي بتزعلوا مني. انت عايز تقول تاني اهو. انا اتحطيت في ازمه ومشكله، ده كل المدربين بيتكلموني ورجاله الانديه بيزعلوا رغم ان هو اللي بيلعب، انا ماليش دعوه. انا بقول توقع. انت بقى هات عكسي. خلاص بلاش عشان ما يزعلوش. الزرقاء والحمام، دي كيرنس هيواجه البلدية المحله في ملعب دي كيرنس، الرجاء مع ابو قير الاسمده، صيد المحله مع كفر الشيخ، سبورتنج مع حرس الحدود، بايونيرز مع الاولمبي، المصري بالسلوم مع دمنهور، المجد السكندري هيواجه المنصوره بدون توقعات. كابتن كابتن في 12 مجموعه في القسم الثالث بدات التالت. تدخل في المراحل النهائيه. طب قول لنا الامطار الاخيره. نقول بس الناس تبقى عارفه بس ماشي. المجموعه الاولى التعدين اقترب، يعني هو في المركز الاول. احنا صحيح. هنقول نصر التعدين، هنقول المراكز الاولى يعني ماشي. المركز خلي بالك يا جماعه، اشرح بس للناس ان دول القسم الثالث في 12 مجموعه. ال 12 مجموعه دول الاول كل مجموعه بيصعد مباشره الى دوري الممتاز به. فاحنا هنقول في ال 12 مجموعه صاحب المركز الاول، الاول بس يعني. اللي بيقترب من الصعود لدوري الممتاز به. المجموعه الاولى التعدين، الثانيه اهلي منشاه، الثالثه اسمنت اسيوط، الرابعه نادي ليفينيا. وصعد ليفينيا. ليفينيا صعد. وصعد خلاص طبعا. بتاع الحاج محمود الاسيوطي. انا بحييهم كلهم. محمود وسيف الاسيوطي. وائل حبيب. وائل الحبيب ده نفس الموضوع برضه، هو جاب الكابتن امام مزين من ثلاث سنوات. انا عايز اعزيه. حسم الصعود. كان عنده ابن خالته او حاجه. لا والدته اعتقد. لا والده. لا حد ابن خاله وابن عمه حاجه كده يعني. ايوه. خلص عايزها طبعا للكابتن امام مزين. لا الكابتن وائل الحبيب. الكابتن وائل الحبيب. لا والدته. والدته. أيوه. فانا بقول بس الكابتن وائل الحبيب بيسموه صنايع كره قدم. هو صعد بالاسيوطي من اربع سنين قبل نهايه الدوري بخمس جولات. صح. نفس القصه حصلت على فين. صعد برضو قبلها بخمس جولات. دي مجموعه شمال الصعيد. دي ايه المجموعه الرابعه. تمام. الكابتن احمد جوش طبعا مدير فني بحييه. المجموعه الخامسه النجوم، السته نجوم النجوم اف سي، نجوم المستقبل. النجوم بتاعتنا بيقربوا من الصعود. الاستاذ محمد طويله طبعا. تمام. المجموعه السادسه العبور، السبعه كهرباء الاسماعيليه، الثامنه طنطا الكابتن عبد اللطيف الدوماني تقريبا يعني منفردين. فرق بست نقاط. المجموعه التاسعه نبروه ومع بالاس الاثنين 35 بونت بعد ما شافوا النهارده ماشيين مع بعض. المجموعه التاسعه نبروه، المجموعه العاشره تقول نبروه بالاس. نبروه بالاس. المجموعه العاشره جمهوريه شبين، ودي بيدربها نجم جمهوريه شبين طبعا، هو هداف جمهوريه شبين السابق عصام شعبان. عصام شعبان طبعا. طبعا المجموعه العاشره عامل فرقه كويس، كنا لعبنا ماتش ودي ضدهم وهو عامل فرقه كويس، وهو بخلاف ان هو كان لعيب هداف مميز، هو مدرب في فرقه كبيره هبطت بس بتصعد بسرعه. بتصعد بسرعه. طنطا، جمهوريه شبين، نجوم بالظبط، النصر التعدين، الفرقه دي بالظبط. في مجموعه 12 بقى فيها مجموعتين، فيها الف وب. مطروح وسينا. وسينا سينا في ماتش فاصل ما بين نجمه سينا وفرقه من مطروح وبين الحريه او الجزيره او الهلال، الثلاثه بينافسوا بتوع مطروح. نجمه سينا خلاص حسم الصعود وصعد. صح. عايزين نروح سريع يا كابتن كريم، نشكر الناس برضو اللي موجوده معانا، بور فؤاد، محمد سعد، محمد جمال طبعا، احمد رجب السكه، احمد رجب المنصوره السكه، محمد جمال، حسام نور البلديه، سوهاج مؤمن، زكريا دي كيرنس، محمد فويل، توتا العاشر طبعا حرس الحدود، محمد فيجو، ومصطفى هيلش طبعا نادي المجد. الاحصائيات يا كابتن بعد المجموعه دي اجمالي سريعا، المباريات ب 432 مباراه، مباراه انتهت بالفوز 154 89 ايجابي 65 سلبي، عدد اهداف القسم الثاني 908، الهدافين 426 لاعب، ركلات الجزاء 165، سجلت 124 واهدرت 41. دي الاجمالي في الثلاث مجموعات. ثلاث مجموعات. احصائيات حتى الان في الاسبوع ال 18. أي. هنبدا ان شاء الله يوم الخميس والجمعه والسبت الاسبوع ال 19 من بطوله الدوري الممتاز. اسوان بيتصدر المجموعه الاولى، الداخليه بيتصدر المجموعه الثانيه، والمجموعه الثالثه بيتصدرها الاولمبي، بس الفرق قريبه جدا، حرس الحدود على بعد نقطه واحده فقط
من الاولمبي. بشكرك يا استاذ احمد. ربنا يخليك يا كابتن. بشكرك ودايما كده متعنا وتقول لنا كل الاخبار في الممتاز. ربنا يخليك يا كابتن. نشكر استاذ احمد القصاص وبشكر كل طاقم العمل، كل المتابعين اللي تابعونا النهارده. بكره ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده باذن الله.